تمام. طيب عشان ما اخش في فحوصات كتير. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. ام محمد من الشرقيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا ست ام اتفضلي محمد. اتفضلي يا ام محمد. ايوه يا دكتور، بقول لحضرتك ايه، انا بنتي عندها 4 سنين ماشيه في الخامس، ماشي. نعم. فهي لسه مولوده كان عندها الغده، فجيت الدكتورة رحت اعمل لها تحاليل، التحليلات على طول كويسه كويسه، بقى لها يجي 3 سنين كده التحاليل حلو. طيب فجيت الدكتور قال لي طب وقفي عنها العلاج لمده شهر. استني بس و... استني، هي كانت بتاخد دواء اسمه الليتروكسين، انتروكسين 50 كانت او بتاخد 25. ما علينا، كنت بتدوبيهم في شوية مية وهي صغيرة، وبعدين دلوقتي بتعرف تاخد الحباية صح؟ اي طب وقال لك وقف الدواء ليه الأستاذ؟ ما هو بيقول لك الغدة كويسة يعني ما فيش فيها اي حاجة. انت كنت بتحللي بتوديها بتطلع كويسة مش كده؟ وقفت اي وبعدين وقفت الدواء، ايه اللي حصل؟ بعد ما وقفتها لها برضه من مدة شهر رحت حللت لها، التحليل بتاعها 4.96. طب مش مهم، انت اديتيها ليه الالكتروكسين زمان؟ عشان كانت تي اس اتش عالي؟ ايوه عشان لا نقص في الغدة. هو انا ما انا بقول نقص الغدة ده بيبقى بنتيجة لتحليل معين اسمه تي اس اتش. ايوه فاكرة كان كام اول ما اتولدت؟ كان نقص حاجة مش فاكرة بالظبط. شوفي يا بنتي انت سنك كام سنة عشان اقول لك يا بنتي تطلعي بالاخر. المهم ماشي، انا 27. يبقى صح كده. انا شايف ان انت تدي بنتك العلاج ده طول العمر، وحتى لو هو كان هي طبيعيه وبندي 50 مايكرو جرام كل يوم مفيش اي مشكله فيه. الدكاتره الصغيره لازم يتعلموا ويبقوا عارفين يشتغلوا صح. فين يا فندم وهكمل لكم معايا؟ ماشي. يعني يا استاذ حسام، شكرا. نقص الغده الدرقيه اللي بيبقى بعد الولاده عاده بيكون نهائي وكامل وهيستمر، حتى لو وقفت، حتى لو استمر العلاج والغده نشطت تاني، وده غير وارد وغير هيتحقق، نكمل على العلاج مفيش اي خطوره. حضرتك انا تمام. ممكن اديك 100 مايكرو جرام كل يوم وانت زي القمر اهو، ولا يجرى حاجه، الحمد لله، وانا المسؤول واخد بالك. وممكن اوزع التروكسن على الناس في الشارع، كل واحد 50 مايكرو جرام حبايه، وانا من غير ما ابص لهم هديهم لهم بظهري، مش هيحصل حاجه. حتى لو عنده قلب، حتى لو عنده هشاشة عظام، هذه الجرعه غير مؤثره. طيب لو انا وقفته بقى والبنت كان عندها نقص، والافندي اللي وقفه هيجي لها عتا وتخلف عقلي مشكلة، وشعرها مش عارف ايه، والدوره ما تجيش وما تبلغش وتبقى كريم، يعني معاك فلوس تعالى يعني بعدين تابعي، ما يعني معكيش كل اعمل ده اللي انا في بقول عليه. الاخر نقولها يا دكتور خبره طبيب. لا هم الصغيرين ما بيعرفوش الغدد الصماء. طيب